أمين الريح، السن 36 سنة. كانت عندي رغبة في كرة أكثر من القراية، اختاريت كرة وخرجت من الدراسة ما كملتش، مي الحمد لله الخير فيما اختار والله، كملت في كرة شوية. من بعد وقع لي مشكل في رجليا، كان مشكل صعيب لي كامو كخوازي ديك الساعة ألاج دو 17 أون، إنسان ما كيعرفش بزاف لي بليسيغ، ما عنديش شي معلومات على لا بليسيغ. المهم توعدت ودرت لوبيراسيون، من بعد كرجعت كندير الترويد. كوش ديت الطريق منش الطريق صومبيرة صومبيرات كان غادي مزيان مسكين، كان غادي في كورة مزيان، كانت عنده طموح حتى وبغي يدير شي حاجة في حياته، ما كتبش الله صافي جلس مسكين، بس بقى كي دير الخدامي هاكا، ما حتى شي خدمة ما جاب فيها الله. كنت راسي ما عنديش لي ديبلوم، ما عنديش شي نيفو اللي غادي نخدم به مثلا في السوسيتي ولا شي حاجه، دونك بقيت كنخدم في بليزيور دومين، خدمت في لي ريستوراسيون، خدمت كوميرسيال، خدمت سونتر دابيل، ممكن نخدم وصافي باش تعيش راسك وتعيش ماني وطار معاك. ولهاد الساعه دابايا كنقلب على خدمه.